يكون طيار، ممكن في المستقبل ممكن يكون عالم، هيطلع مهندس ماشي على البلان الخطة ويركبهم مع بعض perfectly. ممكن يبقى مهندس معماري، مهندس مدني، مهندس ميكانيكي، ممكن طيار. هو ابتكر حاليا كأنما سوى شيب بس فيها جناحات الطير. لا فكرت ولد. صح، ليه أسيومد إن هي ولد؟ أنا من شفت قلت ممكن هذا ولد لأنه عم بيعمر ويسوي الطيارة، بنات بعد يبتكرون. توقعت إنه يكون ولد طلع بنت، فاجأت صراحة لأني أنا تحريت إنه ولد اللي يلعب هاللعبة. الخيال مالوش علاقة ببنت أو ولد، بالعكس دي حاجة بتنمي المخ. تفاجأت صراحة. تشجع الأهالي إنه أبداً ما يمنعون أطفالهم أي شيء يحبوه. المجتمع عموماً بيشوف إن الولد يلعب كورة والبنت تلعب بالعروسة فإذا فتحنا لهم المجال إن نعطيهم الفرصة إن هم يتخيلون حقيقي. Imagination has no gender. ده فعلاً.